حايد مع سعدون بنات. أهلا بكم مشاهدي الكرام. بمشاركة أكثر من مليون معلم ومعلمة وما يقرب من 13 مليون تلميذ، منهم 1.5 مليون من طلبة الصف الأول الابتدائي، انتهت امتحانات النصف الأول للعام الدراسي 2022-2023، والتي شهدت بداية انطلاقتها الكثير من المشاكل، كان أغلبها يتعلق بقلة المقاعد المخصصة للتلاميذ وبكثافتهم الكبيرة في الصفوف الدراسية، والتي كانت صورها المنتشرة في وسائل الإعلام مثار ألم المجتمع. يضاف إلى كثافة الأعداد وقلة الأساس مشكلة أخرى قديمة تحولت إلى ما يمكن تسميته بعقدة التعليم في العراق، وهي مشكلة الدوام المزدوج الذي وصل في بعض الأحيان إلى اشتراك 3 مدارس في بناية واحدة. وعليه فقد قدر المختصون حاجة التعليم من أجل حل مشكلة الإزدواج إلى أكثر من 14,000 بناية، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم للطلبة من أجل الارتقاء بمستواهم التعليمي والتربوي. كيف يرى المختصون وقائع العام الدراسي الحالي بعد إكمال نصفه الأول؟ هل تحتاج وزارة التربية إلى أكثر من 208,000 معلم وهم المحاضرون الذين سيثبتون على الملاك الدائم؟ وبلغة الأرقام الواقعية، كم مدرسة اكتمل بناؤها فعلا وباشر العمل فيها هذا العام؟ وقبل ذلك ما هو المخصص لبناء المدارس هذا العام؟ عنوان محايد هذا المساء: نهاية نصف العام الدراسي، نظرة في الامتحانات والأبنية والكوادر. أرحب بضيوفي الكرام: الدكتور فلاح القيسي وكيل وزارة التربية، الدكتور مزهر الساعدي باحث بالشأن التربوي. مضى نصف العام الدراسي بعد أداء الامتحانات النصف سنوية بنجاح، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه العملية التربوية والممثلة بنقص الأبنية المدرسية وحاجة محتوى المناهج الدراسية إلى المراجعة المستمرة وضعف إعداد الهيئات التعليمية والتدريسية وتقادم طرائق التدريس، فضلا عن الحاجة إلى مراجعة التشريعات التربوية والتعليمية وغيرها من المشكلات والتحديات. فأزمة الأبنية المدرسية ما زالت قائمة بالرغم من استمرار حركة البناء وافتتاح الكثير منها، وليس آخرها افتتاح 10 المدارس في بغداد وباقي المحافظات في محاولة لسد النقص الحاصل. وفيما يتعلق بالمناهج، فالطريقة التقليدية التي تفسر محتوى الكتاب المدرسي فقط ما زالت سارية المفعول ومعتمدة بالتدريس بحسب مختصين، في الوقت الذي أصبح المفهوم الحديث قائما على اعتماد عناصر أخرى للمنهاج هي الأهداف وطرائق التدريس والأنشطة ووسائل التقويم إلى جانب محتوى الكتاب حسب باحثين. تقرير البنك الدولي أشار إلى ذات الفكرة في وقت سابق، الذي أورد فيه أن أحدث تقييم لمهارات القراءة للصفوف الأولى وتقييم مهارات الرياضيات للصفوف الأولى وجد أن الغالبية العظمى من الطلاب العراقيين الذين تم تقييمهم قد اكتسبوا بعض المهارات الأساسية الكافية، مع أكثر من 90% من الطلاب يعجزون عن فهم ما يقومون بقراءته. وقد ردت وزارة التربية على هذا التقرير مؤكدة بأنه ليس من حق البنك الدولي تقييم الواقع التربوي في العراق، ويرى مختصون آخرون أن فلسفة التربية تتشكل لمعالجة اختلالات المجتمع ونوعية المعرفة المطلوبة معا، ولا يمكن لها أن ترتكز على هدف واحد فقط وهو الحاصل، مطالبين الوزارة بضرورة إعداد المعلمين وفق قواعد إعداد معلم القرن 21 باعتماد التقنيات الحديثة وشروط القبول ونظم الكليات التربوية والخبرات وغيرها. أهلا بكم من جديد السيد الوكيل. خلينا نبدأ من يعني نظرة سريعة مدى رضا الوزارة على أداء الامتحانات حتى نرجع نقيم العام الدراسي إذا ممكن من ناحية الاكتظاظ، أو بالمناسبة إذا أكو طبعا إحنا قلنا الإحصاءات بالنسبة لاشتراك الطلبة، أكو إحصاء عندكم بنسبة الغش هذه السنة؟ نعم. شكرا جزيلا دكتور سعدون، وشكرا لضيفك العزيز دكتور مزهر. بالحقيقة اسمح لي بداية يعني أهن كل ملاكاتنا التربوية بانتهاء امتحانات نصف السنة وبدء العطلة الربيعية، وأيضا لأبنائنا الطلبة. يعني بالتأكيد وزارة التربية لديها تحديات كبيرة، وخصوصا يعني هذه التحديات
يعني لا زالت يعني خلينا نقول ثابتة، بدأ الآن يعني بتغيير هذه التحديات، وخصوصا موضوع البنية المدرسية. يعني كما ذكر التقرير أن هنالك أكثر من 14 ألف مدرسة هي حاجة وزارة التربية، يعني نقول لا الأكثر. أكثر؟ نعم. إحنا بالحقيقة اللي حتى نفك الازدواج ونبني المدارس الطينية والبعض من عندها الكرفانية، بالحقيقة يعني حتى أقول أنه البرنامج الحكومي اللي وضعته الحكومة الجديدة هنالك اهتمام كبير جدا فيما يخص الأبنية المدرسية وإعداد المعلمين، وخصوصا الوزارة يعني شارعة بالاتفاق مع بعض المنظمات الدولية، مثلا عندنا مدارس مع البنك الدولي، عندنا القرض الكويتي، عندنا الصيني، وأيضا عندنا مشروع المنحة السعودية. تابعت وزير التعليم يريد يعيد العمل بمشروع رقم واحد؟ إعادة النظر، النظر. لأن هذا المشروع تدري يعني مشروع قديم من 2011. نعم. بالحقيقة هدموا به بوقتها أكثر من 1651 مدرسة، فمجرد إعادة النظر يعني. إعادة النظر. طيب. سألتك أكو إحصائية بالغش؟ لأنه أكو كلام عن أنه عمليات الرقابة على الطلبة تقليدية. إحنا سعدون الغش بامتحانات نصف السنة هاي المدارس تتخذ بها إجراءات، ما توصل عندنا الإحصائيات دقيقة، لكن الامتحانات الوزارية بالتأكيد الوزارة عندها يعني، وهنالك تفنن بالمناسبة في موضوع الغش. هذه السنة معالي الوزير شكل لجنة مركزية ولجنة ساندة بعد تسرب الأسئلة اللي حصل العام الماضي. نعم. وأخذوا استحقاقاتهم فيما يخص الإدارية، فيما يخص أيضا حالتهم إلى المحاكم. يعني أنا من قناتكم الكريمة أوجه كل أبنائي طلبة، هذا العام ترى يختلف عن بقية العوام، هنالك تنسيق عالي ما بين وزارة التربية وأيضا الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات، راح يسوون حملة كبيرة جدا على أصحاب المحلات قبل بدء العام الدراسي الجديد. بالحقيقة هنالك يعني راح الوزارة راح نعمل على معرض للأجهزة والتفنن اللي بيعوها بعض المحلات مع كل الأسف وتتروج لها. طيب. أو على أنظار التواصل الاجتماعي والفيسبوك. طيب قبل لا أنتقل الموضوع التقييم أريد قضيتين أتوقف عندهم. الموازنة هالسنة يعني تدري التقارير الدولية كلها تقول بأنه مقدار المصروف على وزارة أو المخصص عذرا لوزارة التربية قليل، للتعليم بصورة عامة قليل، فموازنة هاي السنة تقديراتها شقد؟ احنا جاهدين مع لجنة التربية ومع مجلس الوزراء المقر نتمنى. احنا سوينا 3000 مليار بالمناسبة. بروح ايش قد تتوقعون راح يخصص لكم احنا؟ اي نتمنى 3000. لا ايش قد تتوقعون اذا يردون؟ اذا يعني يردون تسريبات لحد الان ماكو. ماكو، لان هذا الموضوع راح يروح لمجلس النواب. نعم. وراح يناقشوه. طيب واني اسمح لي سعدون فدوي، لان انا هذا الموضوع كلش مهم جدا. زين. تدري مثل ما ذكرت بالتقرير المقدم تحدياتنا كبيرة جدا. زين. يعني احنا موضوع حتى البنى التحتية وحتى التجهيزات المستلزمات العفو المدرسية مشكورين مجلس الوزراء مع معمل الجهد الخدمي، يعني جهزنا خلال هذه الفترة عشرات الآلاف من الرحلات بالمناسبة. طيب. طيب. اللي نتمناه حتى لا ينذب اللوم على وزارة التربية ينطونا أعلى نسبة من موازنة الدولة إلى وزارة التربية إذا أرادوا أنه هذه التحديات شوية تتغير. حتى على مستوى تتغير، حتى على مستوى الأبنية المدرسية؟ حتى على مستوى الأبنية المدرسية. طيب خليني أنتقل للدكتور دكتور مسهر أقصد يعني. نعم. تدري العام هذا شهد تحديات كثيرة، بالإضافة للتحديات المتراكمة، من أهمها موضوع المناهج اللي ما وزعت، كتب المنهجية اللي ما وزعت. باعتبارك باحث ومراقب للشأن التربوي، أريد تقول لي هذه المشكلة تم القضاء عليها وإحنا وصلنا للنصف العام الدراسي وما يتعلق بالقرطاسية أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور، تحية لك ولضيفك دكتور فلاح ولمشاهديك الكرام. الحقيقة يعني خلي اتفق مع دكتور فلاح على قضية مهمة. وزارة التربية هي ضحية. نعم. ضحية لكل المؤسسات العاملة في الدولة العراقية، ومن نقول كل المؤسسات كل العاملة المؤسسات؟ طبعا أنا أعنيها تماما، لأنه المخرجات وزارة التربية تروح لكل مؤسسات الدولة. أوكي. فهي ضحية لسنوات متراكمة من الخراب، سنوات متراكمة من الإهمال، سنوات متراكمة من يعني
من الازدراء لهذا القطاع. طيب ازدراء؟ ازدراء تماما. شلون نشوف هذا؟ يعني من وين يتمظهر؟ يتمظهر عندنا انه احنا اذا نريد نشوف دوله معينه ونقيمها انه دوله هي فعلا دوله تريد تبني مجتمع حديث، مجتمع متطور، مجتمع متماسك، نروح نشوف ايش قد مقدار الانفاق على وزاره التربيه. صح. اذا ما لقينا هاي النسبه بالموازنه قول اذا هذه الدوله ما لها علاقه بالتربيه. أسوأ نسبة لكل السنوات المنصرمة من 2003 إلى الآن وحتى ما قبل 2003، دعني أقول من 1990، هذا القطاع كان لا يمكن أن يأخذ حيز من شغل السياسي إلا النزر اليسير. طيب. كأنه وزارة هيك يعني مخلينها يعني تمشي أمور مثلا. لذلك صارت عندنا هاي التراكمات اللي تفضل بها جنابك. صار عندنا يعني هي الأشياء التقليدية اللي تقدمها الوزارة، بس بالمناسبة هذه الشكوى تشكيها كل الوزارات، كل وزارات تقول تخصيصاتنا قليلة. مع ذلك تعليم، الثقافة، الصحة يعني. دكتور سعدون، نعم. أنا ليش قلت إن المؤسسات كلها؟ نعم. كل مخرجات مؤسسات الدولة تطلع من التربية فعلا. فإذا أنا أريد أضبط المجتمع بشكل جيد ومؤسساتي أبنيها بشكل جيد، أروح للتعليم الجيد حتى يطلع المخرجات جيدة. هاي منطقية يعني. من بس هذا بالتفقيد يعني عليه. خليني أقول بس. نعم. القضية هذه عفوا دكتور. يعني إحنا ليش مثلا في سنة من السنوات نقول والله صار عندنا إنجاز جيد لأنه قدمنا امتحانات جيدة مثلا، وقدمنا كتب في وقتها المحدد، وقدمنا لإدارات المدارس بعض القرطاسية. طبعا هذا الأمر هو تقليدي، يفترض أن يكون في عمل الوزارة، هو وزارة التربية هذا شغلها، أن نسوي امتحانات، تطبع كتب، توزع دفاتر، توزع كذا رحلات، وتوزع معلمين على مدارس بشكل جيد. الإشكال اللي ده يصير عندنا هنا أيضا ناتج بشكل أو بآخر عن قلة التخصيصات وسوء الإدارة في التخصيصات. قلة التخصيصات هي اللي تخليك أنه أنت يعني تلاميذك إلى حد نص السنة يجوز ما عندهم دفاتر امتحانية امتحنوا. هو صار هذا؟ طبعا صار الآن في هذه السنة. إيش قد نسبة اللي ما عندهم يعني؟ كثير من المدارس، كثير من المدارس اضطرت الوزارة تعالجها بشكل يعني سريع، والمديريات بشكل اجتهادي مثلا أنه تمطي لكل مدرسة مثلا كرتون ورق، كارتون الورق الاعتيادي هذا. نعم. حتى تكبسه وترجع تسوي له دفتر امتحان للتلميذ. طيب ما هي الخساره واحده يعني؟ انت من تجي تقارن انه هاي الكارتون الورق اللي اعطته المديريات الى تلاميذها حتى تصنع منه دفتر امتحاني، لو طابعين دفتر امتحاني منذ البدايه لكان الامر يعني منتهي. واحنا عندنا اذا عندنا اكو قضيه انه يعني كانه نتفطن يعني صاحب المال، خلي اقول عليه صاحب المال يتفطن للمشكلة عندما تقع ولا يعالجها قبل أن لا تقع. بس هي مشكلة جديدة. زين فيما يتعلق بالمناهج الكتب، نفس الإشكال هو يبت. نفس الإشكال. وصلنا للنصف السنة، تجاوز نصف السنة وأكو نقص؟ طبعا أكو بعض الكتب المدرسية غير موزعة، غير مكتملة مثلا، ونفس الغرض هو يعني سواء كان في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة أي كتب اللي ما موزعة يعني كثير هسه ما يحضر ببالي يعني كتب معينة، بس على أقل تقدير أكو كتب هي غير مكتملة يعني. نعم. طبعا المدارس شو اعتمدت يعني إدارات المدارس وبعض المديريات اعتمدت على الخزين الاستراتيجي اللي عدها. لا الحقيقة مو استراتيجي، الخزين المتراكم عدها من الكتب المستلمة من الكتب يعني الأعوام الماضية، سلمتهم للتلاميذ يعني بعضهم ممزق، بعضهم طاير منه موضوع، بعضهم كذا، لكن بالنتيجة النهائية مشت الأمور بهذا الشكل. هذا هو الحل الأمثل لأن يكون الوضع التربوي بشكل سليم اللي إحنا نتمناه؟ قطعا الجواب راح يكون لا ابدا، يعني مو هذا الوضع التربوي هو سليم. الوضع التربوي سليم ان يجد التلميذ في بدايه العام الدراسي كتاب مطبوع مخصص له، ان يجد مقعد دراسي مخصص له، ان يجد معلم مخصص له يدرسه بالماده. هذا حق التلميذ على من هو هسه حتى معلم ما يلقى في بعض المدارس ما يلقى. ليش؟ طيب قلنا بس اقول ليش حتى يعني اسف يعني ليش؟ لانه يعني سوء اداره بالتوزيع، توزيع الملاكات يعني. الان احنا الان لو نجي ناخذ عدد المعلمين بالقياس الى عدد المدارس من النسب العالميه المتقدمه جدا عندنا يعني بالمناسبه. يعني عدد المدارس، عدد المدارس بالقياس الى عدد المعلمين اكو زياده تصل يعني المدرسه الواحده بتقدير عام بحدود 18 معلم يجيها، يعني 18 معلم في 12 صف كلش ممتاز. لكن بالحقيقه ماكو، اكو مدارس بيها معلمين 5-6. طبعا بالمناسبه انا سمعت بانه كان يفترض التبادل الاولي انه هذا النسبه يكون تركز بمراكز المدن،
يعني مثلا مركز بغداد مثل كارخ رصافه المراكز مسموعات تقول لا بالعكس هذه المدارس لانه الضوابط بيها شويه قويه والدروس اكثر وما ادري شنو يصير انتشار المعلمين بغير مكانات. انا اريد اقول احنا هسه قلنا بالمقدمه انه اكثر من 280 الف معلم المحاضرين تم تثبيتهم، هذول بيخففون ال اي هو بالمناسبه احنا خلينا نقول انه يعني حاجتنا لذولي نعم. هي حاجه عمليه لو حاجه شكليه؟ خليني اسال هذا السؤال وخلي اجاوب عليه بشكل صريح يعني حتى ما يزعل عليه يا ريته باختصار نعم. اي اذا كانت حاجتنا شكليه فهي قضيه سياسيه انا يعني ابرأ منها الى الله سبحانه وتعالى. تقصد اما اذا كانت حاجتها الحقيقيه للمحاضرين نعم نحتاج محاضرين، وكم محاضرين الحقيقه كانوا يعني مؤدين واجبهم لمده 5 سنوات دون ما مقابل زين، ذول يستحقون التعيين الان في المديريات وفي مدارسهم. لكن المشكلة وين؟ راح نقع في ذات المشكلة الأولى التي هي بها الفساد. يعني لما نجي نقول له يا بروح لفلان مدرسة يقول لك لا أنا هاي بعيدة عليه يعني، فصارت عدة مراحل بعملية التقييم. طيب. الأولى أنا أطلب تعيين. زين. الثانية أنا أطلب مدرسة أقرب. تمام لو مو تمام. الثالثة أنا أطلب دروس أقل. وهكذا تبدا المشكلات تصير عده. بس هي مشكله مؤسسه تضع ضوابطها وتلتزم بالضوابط مالتها. وانا عندي سؤال لك راح اجلل للجوله الثانيه فيما يتعلق بمدى تطبيق الوزاره لمعاييرها وضوابطها وقوانينها. بس قبل لا انتقل حضرتك قلت الحاجه سياسيه بالنسبه للتعيين. اي طبعا انا اقول يعني مثلا اذا احنا محتاجينهم شنو المشكله؟ لا لا لا, لا راح اضرب مثل يعني باختصار. يعني انا شو اسوي ب 20 عام الخدمه في مدرسه واحده؟ هو هيك الان صاير اكو عندنا مدارس بها 20 عام الخدمه في مدرسه واحده. اذا هاي قضيه سياسيه، هاي مو قضيه حاجه. طيب خلينا واكو مدارس وانا اعني هذا الكلام بالمناسبه ما بيها؟ انا اعني هذا الكلام يعني اعنيه. اي واضح بس أي اكو مدارس تمام. ما بيها اكو مدارس. اي طبعا طبعا طيب. اكو مدارس ما عندنا موظف خدمه واحد بيها. طيب خلي ما ادري دكتور فلاح القيسي عندك ملاحظات؟ نعم. اريدك توجزها حتى انتقل للاسئله الباقيه. يعني اللي ذكره دكتور مزهر يعني بالتاكيد يعني كلام واقعي. نعم. نتحدث له يعني فيما يخص توزيع الكتب، تدري احنا عام 2022 موازنه ما عندنا زين، يعني قدرنا نوفر في المبلغ كلش يعني بسيط نغطي بها على الاقل المراحل الابتدائيه الاولى. تدري طالب الابتدائي ضروري يعني طلب من عنده انه يكون عنده كتاب جديد، لذلك طبعنا الاول 4 مراحل. نعم. الكتب مالتهم 100% والبقيه بين ال30 الى ال70 المراحل الابتدائيه فقط زين. اما المتوسطه والاعداديه قدرنا ناخذ من المتراكم. صار لدى وزاره التربيه الان ان شاء الله، وانا متاكد وايضا املنا كلش كبير انه مجلس الوزراء ومجلس النواب يصوت لنا على المبالغ. انا اريد اضيف ايضا الصور عندنا بعض الاحيان وصلنا الى امتحانات الوزاريه المبالغ المخصصه للامتحانات ما عندنا. ما عندكم؟ لشراء الدفاتر بالمناسبه. هاي هسه؟ لذلك العام اول العام. نعم. لذلك اضطرينا يعني هذا صندوق التربيه اللي هو يفترض انه يتوجه لمن؟ يتوجه الى دعم المعلمين المدرسين، انه نستعين من عنده حتى نوفر الدفاتر الامتحانيه. شوف الخلل وين. طيب. لذلك يعني هاي دعوتنا ونتمنى ان شاء الله تتحقق، حتى تتحقق امنياتنا احنا بالتربيه، انه يصوتونا على المبالغ المخصصه الى وزاره التربيه، حتى على الاقل نقدر احنا. ترى الوزاره جاده وماكو وزاره بالعراق ما يحب انه ينجح ويثبت وجوده، وخصوصا قطاع التربيه والتعليم. فيما يخص توزيع الملاكات انا ايضا اتفق معك. مشكله دائما طبعا كثيرا ما ناقشناها موضوع ما ادري ليش ما تنحل. موضوع توزيع الملاكات وايضا تعيين المحاضرين صارت به مجاملات كثيره ومجاملات سياسيه بخصوص الانتخابات. انا ما راح اقول ما اريد نقطع عيشه احد، لكن الكثير من الاختصاصات وزاره التربيه ما تريدها. اضطرينا هسه نقبلهم. واجتكم؟ اجتنا. انفرضنا فرض سواء كانت يعني ضغوطات جوانب سياسيه، لكن احنا واقع الحاله خدنا زين. خلينا وزاره التربيه هسه خطه بتوجيه من معالي السيد الوزير باعتبار صار واقع حال زين. اجاك واحد مو ضمن الاختصاص شو تسوي له؟ زين باكر عقبه انت ما راح تجي تحاسبني تقول لي مدرس الرياضيات ليه جايبه انت مدرس حاسوب اختصاص حاسوب؟ بالتاكيد راح تقول لي زين. مو تمام؟ تمام. زين انت هذا فرضت لي مدرس حاسوب وما جبت لي بالرياضيات، انا ايش راح اسوي؟ راح اضطر اخصص له مبالغ حتى اعيد تاهيله وادربه حتى يكون مدرس المن لماده الرياضيات.
طبعاً وعندنا بالعشرات بل بالمئات اختصاصات ما مطلوبة في وزارة التربية، من ضمنها مثلاً جونا خريجين الطب البيطري، أنا شو أسوي بي؟ يعني يا سادة يا محافظين، البعض من عندنا من الأخوة المحافظين، ليش فرضتوا وجبتوا لنا محاضرين وخليتوهم واقع حال علينا؟ طب بيطري شو أسوي بي؟ مع اعتزازي المخرج والصحفي شو أسوي بي؟ أنا ما أحتاج، أنا حتى الصحفي ما تريده؟ لا عفوا، انا عندي شعبه، انا عندي طيب شعبه للعلاج بمناسبه الكلام، بس نعم. يعني اقول لك نعم. بس انا بحاجه لاختصاصات علميه، اريد ابو الكيمياء، اريد ابو الفيزياء، اريد ابو الرياضيات، وخصوصا تدري المواليد اللي ثلاث مواليد اللي طلعت ذولا من افضل المدرسين المعلمين اللي فقدتهم وزاره التربيه وبالتاكيد بقيه الوزارات. بس يفترض دكتور هو هذا الموضوع مو يتم علاجه بس بالتدريب، تخصيصات من اجل التدريب، وانا اريد اتوقف ما دام ذكرت حضرتك بالتدريب، اريد اتوقف عند المدير العام لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، يفترض معالجته على مستوى دوله، يعني شوف اعاده نشرهم او اعاده توزيعهم. يعني توزيعهم استاذ سعدون، وحده هسه حاليا من تقييم اداء مديريات التربيه هو توزيع الملاكات بشكل صحيح. بلغ معالي سيد الوزير قال اي مدرسه راح ادخل بها، اي مدرسه، لا اقصد كان عن الوزارات، اذا هو مختصاصه يعني هذا الانفاق عليه من اجل اعاده يعني تحويله. انا راح اقول خلي اقول الاختصاصات اللي داعمه لوزاره التربيه، اما مثلا طب البيطري انا بالتاكيد راح افاتح وزاره الزراعه الصحه الزراعه بالضبط، اي جهه اختصاصها ما راح يلائم وزاره التربيه بالتاكيد راح افاتح الجهات. هسه صدر هو قرار التثبيت، راح ترفع عنا الاسماء من مديريات التربيه. طيب. وانا اقول لك يعني مبارك الاخوه باعاده ارتباط مديريات التربيه في وزاره التربيه، تدري هذا كان البعض من المحافظين ايضا من الاخوه المحافظين. خليني اسف على المقاطعه دكتور، بس انا الوقت تدري بدا ياخذني. خليني اجل المديريه العامه لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، ويعني حقيقه اكو ملاحظات مسجلها ديوان الرقابه الماليه. ديوان الرقابة العفو، إيه هو ديوان الرقابة المالية، هو ديوان الرقابة، بس لأنه قلت مالية قد إجابة على التربية نسيت أنه رقابة عامة. طيب مثلا من ملاحظات يقول السبورات الإلكترونية في 7 قاعات فقط، بالنسبة للقاعات المديرية يتكلم 15 قاعة بيها، 7 سبورات إلكترونية بيها من أصل 15 قاعة. المشكلة يقول الداتا شو موجودة، موجود 17 جهاز ما مثبتات. طيب إحنا نطمح إلى الرقي زين، واحنا نريد ندرب كادر تعليمي زين، مو المفروض انت تتصور دكتور احنا عندنا مجهزه، مو احنا هسه حكينا ديوان الرقابه يقول اي موجوده داتا شو بس ما مشكله، ما مشدوده 17 جهاز يكفي 15 قاعه وزايد 2. يعني راح اقول لك الداتا شو اصبح قديم، هسه احنا صبورات الالكترونيه هاي صبورات لك 7 دكتور مزهر، نعم ممكن تتعوض يعني زي. نفس الصبوره بالامكان يعني الحديثه من عندنا اللي شديناهن ما نحتاج الى الـ الداتا شو، قد يكون هنالك اهمال بسيط من قبل الاعداد والتدريب زين، بس خلينا نحكي احنا حجم الضغط على المديريه العامه للاعداد والتدريب. تدري احنا وصلنا الى 1,000,000 زين تقريبا، يعني تقاربنا الى 1,000,000، هذول بالتاكيد يرادونهم تدريب، خصوصا بعد ما انضافوا ان 310,000 محاضر. طيب. راح يتم تثبيتهم. احنا عندنا نقص مثل ما ذكرت لك اني، اذا وزاره اذا مجلس الوزراء واذا مجلس النواب ما راح يقرن يا اخوان معلمينا ومدرسينا راح يبقون على نفس المستوى. احنا عندنا اساليب جديده للتدريس، اساليب بس بعد ذلك دكتور هسه احنا نتكلم عن اشياء ما تحتاج فلوس، يعني من المؤشرات اللي سجلها التقرير انه استماره الكفايه العلميه على المتدرب ما يتم توزيعها، وهذا وارجع اقول احنا نريد نعيد تاهيل معلم. شو تقصد بالاستماره؟ استماره المفروض يعني تكشف عن مستوى تاهيل المعلم حتى نعرف ايش يحتاج. احنا عندنا كارت لكل المعلمين، هذا المعلم اول ما يبدي بالخدمه مالته شو وقت تم تعيينه، كم دوره دخل، على ضوء شنو، على ضوء تقييم المشرف، اذا تجاوز اذا جول 70 هذا يطلب الى تدريب ويروح يدخل دوره بقسم الاعداد والتدريب، ولازم يصير عنده كارت. نعم. احنا هسه وجهنا على مستوى العراق كليته، بالامكان تدخل على اي قسم من اقسام الاعداد والتدريب حسب المديريه، تقول له اريد الكارت مدرسين اللغه الانجليزيه، طلع لي اياه، راح تلقي معلم اذا تقييمه 70 فوق ال 70 هذا ما يتطلب، احنا بمن نبدي؟ بالتقييم من الاقل من 70، ندخله دوره نشوف النتيجه مالته. طيب بس
خطة الوزارة أنه إحنا نشمل كل المدرسين والمعلمين بالتدريب. وهذا أرجع بالتدريب. واحدة من خطة الوزارة ضمن المنهاج الحكومي واللي أيضا يعني خلينا إحنا وأيضا الحكومة يعني فرضته كفرض محور أساسي هو إعادة النظر بتدريب المعلمين كافة وبكل طيب. الاختصاصات. طيب لفت نظري أيضا واحدة من التقارير اللي اطلعت عليها أنه معاهد الفنون الجميلة مو كافية وانتشارها أمين غريب. يعني مثلا بالكرخ الثانية ما موجود، بالرصافة الثانية ما موجود، بالرصافة الثالثة ما موجود، مديرية محافظة ميسان ما موجود، مديرية التربية المثنى وبابل وكربلاء، ليش ما عندنا معاهد فنون جميلة؟ حسب حاجة المديرية. حسب لا حاجة المديرية؟ أي إذا المديرية تقول يابا أنا بحاجة إلى فتح معاهد للفنون، مو جنابك قلت؟ إي فنون جميلة. إي معاهد فنون جميلة. تدري إحنا عندنا في بالكرخ والرصافة عندنا اثنين بنين وبنات بالكرخ، أربعة عفوا، وعندنا اثنين بالرصافة. بس إذا اضطرت إنه يقول لك أنا بحاجة إلى فتح معاهد. ليش لازم تقول للمديرية؟ افترض هذا فرض، هاي فنون جميلة، مسرح و ما عندنا ذاك الزخم على المعاهد حتى نقدر نفتح إحنا في أطراف بغداد. ما عندنا ذاك الزخم. معاهد الفنون موجودة للبنين والبنات بالكرخ، بالإقبال بالإمكان تستوعب الأعداد المطلوبة. لكن إذا تقول أكو حاجة مثلا في ميسان، خلي يقدمه بميسان. ما أعتقد وزارة التربية راح تكون يعني ضد هذا القرار. طيب. وعندنا فتحة وترى بالمناسبة يعني قدموا طلب هسه في محافظة نينوى بفتح معاهد للفنون الجميلة. بالمناسبة ترى حتى الوزارة، أنا ما أدري بالضوابط الموجودة بالنسبة للوزارة، بس يفترض هذه سياسة الدولة ما تترك لمديريات التربية. يعني إحنا نسعى يعني إحنا غير نريد نواكب العالم، إحنا نسعى للأكاديمية، إحنا نريد نفتح يعني نخلي الطلاب يتوجهون إلى الكليات الأكاديمية مو على المعاهد، على الرغم أنه هنالك يعني أنا قلت لك لأن هذا يطلب جانب فني. ليش الوزارة فتحت إعداد للفنون؟ قلناها ما حد يدري بها، مو تمام؟ فتحنا إعدادية خاصة للفنون وطلبنا بها الطلاب من صف الثالث متوسط أيضا، ذولا راح يأخذون 3 سنوات زين حتى يكمل. هو هذا المعهد ما يساهم برفض التربية بالكوادر؟ بالتأكيد. طيب إذن الحاجة موجودة، وكانت نخب من عندهم بالمناسبة، ما حد يروح لهذه المعاهد يعني إلا المتميزين بالمناسبة. تمام. طيب دكتور خلي أجي الموضوع القوانين مدى اللي قلنا عليه بالجولة السابقة للحوار، مدى التزام الوزارة وتطبيقها للمعايير، وكنا في حلقة سابقة تحدثنا بهذا الموضوع. تمام. تطبيقها للمعايير والقوانين الموجودة. يعني ملاحظتين سريعة قبل لا أجيب عن هذا الموضوع ما أهميته. الأولى أنا أدعو وزارة التربية يعني بالشعب المختصة وبالجهات المختصة أن تعقد جلسة حوار على كل التقارير التي تصدر من ديوان الرقابة المالية. حقيقة في تقارير أنا مطلع على كثير من تقاريرهم بها مؤشرات كلش ممتازة، والحقيقة بها علمية وأداء مهني خالص، لأنه هي جهة رقابية ما لها علاقة يعني بالمحابات وكذا، حتى تندر تجي تدخل للوزارة شوف شنو المشكلات اللي بيها، أحياناً تصف وصف هذه المشكلات وتبطيها للوزارة المعنية. أنا تابعت في بعض تقاريرها على بعض المديريات نفس الملاحظات تتكرر في كل سنة وليس هناك ثمة علاج معين. طيب. فيفترض أنه من المديريات العامة ومن الوزارة أن تأخذ بهذه التقارير وتحاول أن تعالج بعض المشكلات اللي واردة بها. طبعاً بعض المشكلات شجعني أناقش بعض المفردات اللي لقيتها تقرير آخر أي. كنت أريد أنتقل عنها. تمام. بعض المشكلات بسيطة جدا يعني مثل هاي المشكلة التقنية اللي نقول الآن بها، خب هذا مو مشكلة الوزارة، هي مشكلة المديرية الموجودة نفسيتها بها، أنه ليش ما أنت تابعت لما أنطيتك هذا الشيء، ليش من نصبته المن خليته يعني مثلا، وين المشكلة اللي بهذا الموضوع؟ هذه يفترض أن نأخذ بها بالتقارير اللي موجودة حتى تكون عندنا فد حافز في أنه نطور نفسنا ونطور شغلنا. طيب. أما أن تترك، وهذا غريب طبعا في بعض المديريات، أنا متابع هذا الموضوع في بعض المديريات نفس الملاحظات تتكرر في كل عام دون ما علاج هذه القضية. أرجع أعود إلى قضية الالتزام بالأنظمة والتعليمات. نعم. مع يقيني الكامل دكتور أن العديد من الأنظمة والتعليمات السارية المفعول الآن يجب أن تتغير منها الكثير اللي الآن تحت سقفة تشتغل مدارسنا وتشتغل وزارتنا. طيب. هواي أنظمة والتعليمات قد لا تواكب، لم تعد مواكبة. نعم. لا تواكب هذا الوضع. زين. مثلا أضرب مثال على ذلك، عندنا قانون اسمه قانون التعليم الإلزامي. نعم. يعني رقمه 118 سنة
1976. هذا القانون كان فيما يلزم التلميذ، يلزم ولي أمر التلميذ أن يجلب التلميذ إلى المدرسة. طبعا أكو استثناءات بها، أنه التلميذ اللي عنده عاهة، التلميذ اللي مصاب بخلل معين، هذا ممكن أن يتعالج ضمن القانون، ويفرض عقوبات مالية وأحيانا يفرض السجن. جيد، الآن لو نجي على العقوبات المالية اللي موجودة في داخل هذا القانون قليلة ونجي على القضية الحالية، نجد أن الأمر يعني نكتة يعني. زين، هاي مسؤولية، هاي مسؤولية مجلس النواب، المفروض له هذا تعليم. لا هو احنا تدري دكتور، اكو عندنا اكو انظمة اللي هي تخص مجلس الوزراء. هذه انظمة، هذا مو تمام. طيب عندنا ايضا تعليمات. نعم، عندنا ايضا تعليمات. التعليمات تتغير وفق الحالة اللي موجودة في داخل، يعني في داخل الوضع التربوي. نعم. يعني بتقديري الشخصي انه يعني عندنا موظفين ربما يستغلون هاي القضية ويقعون تحت طائلة قانون ضباط موظفي الدولة. لكن الأكثر واللي أريد أشير له بشكل صريح ولا أخجل في ولا أتردد بالقول به، أنه كثير من الخروقات للأنظمة وللتعليمات تأتي بطريقين دكتور. الطريق الأول هو طريق انتخابي، والطريق الثاني طريق سياسي. من أجل الانتخابات. تمام، أما بالانتخابات أو لقضية سياسية، فيضطر الموظف أن شو يسوي. يعني احنا في قانون ضباط موظفي الدولة عندنا تراتبية بالتعليمات، عند ما يجي المسؤول الأعلى ويأمر الموظف أن ينفذ حتى إذا كان خطأ ينفذ الموظف، بس اللي يتحمل المسؤولية من هو؟ اللي يتحمل المسؤولية الشخصي اللي آمر بهذا التنفيذ. هذا يعني يعني قانون ضباط. يعني تقصد إذن تساهل في المعايير المعتمدة. اي زين، هنا يحضرني سؤال بخصوص مدراء المدارس وبخصوص المشرفين، توزيع المعلمين والمشرفين، توزيع المعلمين والمشرفين. تمام، اكو تساهل صار. تمام مثلاً. تمام، انا اتحدث بشكل صريح. نعم. يعني الان لما ندخل الى مدرسه ونلقى بيها مثلا يعني مدرسه نلقى بيها 30 معلم مو. نعم. وهي 12 صف، دول من جابهم؟ جابتهم القضيه الانتخابيه او القضيه السياسيه؟ أقولها بملء الفم. معناتها مدرسة لما أجي إلى مدير، من قيم المشرف مالته تقييم حقيقي؟ بل بعض الإدارة، بعض الإدارات حتى ما يكون الكل التعميم، يعني بعض إداراتنا جيدين جدا رائعين يعني، لكن بعض الإدارات اللي تقييمهم سيء ويجي ياخذ المدرسة اللي يريدها هو ويصير مدير بهاي المدرسة. تقييمه سيء طبعاً، ويختار بكيف طبعاً، وما أصلا حتى ما يمر على تقييم المشرف المختص مالته، هذا جيبة سياسي. طيب مو المفروض الوزارة سيئة؟ ما تقدر، ما تقدر دكتور، ما تقدر. أنا أقول لك ما تقدر. يعني الآن دكتور فلاح وكيل الوزير، خل تجي لجنة التربية وتقول له أنت عليك يسوي 1 2 3 4، إحنا راح يكون هو خاضع لهذه القضية. زين، وأحياناً أحياناً عفو دكتور، أجيك دكتور. أحياناً خلينا نكون صريحين إحنا. أي. أحياناً يعني لما أني يعني نائب في منطقة انتخابية معينة، وعدت النائب الناس اللي ينتخبوني فين أسوي لكم كذا كذا كذا، يروح يضطر يسوي هاي القضية، بيضغط على المدير العام، بيضغط على الإدارات إلى ما شابه ذلك. هذه القضية الحقيقة أنتجت لنا في بعض الأحيان، حتى أكون دقيق جدا بالعبارة، في بعض الأحيان أنتجت لنا إدارات ليست مؤهلة في أن تكون في مكانها، وأنتجت لنا تضخم كبير جدا في المعلمين. بعض الإدارات الجيدة تشكو منه لأنه وجود 30 معلم مثلا في مدرسة معينة. طيب على مستوى هذا يشكل عبء كبير على من؟ يشكل عبء كبير على 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 الإدارة المدرسية، لأنه هذا يراد له مكان يقعد به، يراد على مستوى الإشراف اللي هو ضابط العملية التعليم. نفس الشيء الحقيقة. يعني خليني أقول مع جل احترامي للوزير السابق الأسبق، يعني في وقت سيد محمد أقبال هناك كان ضوابط معينة في الإشراف التربوي، لا يتقدم إلى الإشراف التربوي إلا بعد يعني وفق معايير معينة، يمر باختبارات في داخل المديرية، يمر بالتقييمات داخل المديرية، ومن ثم يأتي إلى الإشراف. هناك امتحان تحريري وبعدها دورة معينة، وبعدها يمكن أن يكون تحت التجريب حتى يثبت. طيب في وقت السيد محمد أقبال كلها انتهت هاي الأشياء، كل هاي المعايير معظمها انتهت. يعني اولا المشرف بهالحاله، تمام، اولا يعني كانت درجه النجاح من 60 للاشراف. نعم. المتقدمين للاشراف. طيب. نزلت 60 الى 40. 40 طبعا، وقبلوا في بعضهم.
طبعا لذلك صارت عندنا بعض الاخوان المشرفين الذين يحتاجون الى تاهيل كلش عالي، لانه الان اصبح مشرف صدر امر مالته هو زين، فيحتاج الى تاهيل. اللي اريد اقوله في هذا الصدد انه اكو مشكله عندنا بخرق الانظمه والتعليمات عندما تاتي بقضيه سياسيه وقضيه انتخابيه. طيب. هذا اخطر ما موجود في العمليه التربويه، وهو ربما يشتغل ربما يشتغل هذا الامور في القضايا الخدميه. انا عندي 20 عام النظافه اجيب 50 عام النظافه، اوكي تمام ماكو مشكله عندي، بس بالتربيه المفروض ما تشتغل هاي القضيه. طبعا وتحدثت حضرتك عن مدراء مدارس وعن مشرفين تربويين هسه طبعاً. اوكي دكتور، اريد ارجع وياك الموضوع التقييم، وهنا اريد اجي للمناهج، وهم ايضا عندي كم فقره طلعتها من تقرير ديوان الرقابه الماليه. اهم ما اشار للتقرير يقول قله الكوادر العامله في شعب الضمان جوده المناهج، وبلغ عددهم 2 فقط فضلا عن عدم امتلاكهم الخبرات في مجال جوده المناهج وعدم وجود الدورات، وان الشعبه لم تقيم سوى ثلاث كتب طوال الأربع سنوات، وهي القراءة والرياضيات والجغرافيا. طيب يعني إحنا نحتاج مواكبة بالمناهج، وعندنا مشكلة بالمواكبة، وهذه المديرية المسؤولة عن المناهج، وهذا تقرير دولة، يعني يفترض. تمام دكتور، بس اسمح لي أن أعقب على موضوع يعني تعديل القوانين. تفضل. شكلت هسه اللجنة برئاستنا بتوجيه من معالي السيد الوزير بإعادة النظر بكل القوانين والأنظمة والتعليمات الوزارية، مثل ما تفضلت وتفضل الدكتور مزهر، نحن لازم نواكب وكو بعض القوانين، يعني خلينا نقول ماذا تواكب هذا الوضع، وهذا ايضا بتوجيه من يعني من مجلس الوزراء. طيب وبالتاكيد يعني اللي تحدث به على الادارات المدرسيه، تدري من 2016 استغلت بعض المديريات الجوانب السياسيه والجوانب الانتخابيه، فبداوا يغيرون بعض من ادارات المدارس، لكن هسه بعد من انتقلت الصلاحيات الى وزاره التربيه اكو خطه لاعاده النظر بادارات المدارس، وخصوصا اللي جوي خارج الضوابط. نعم. بس تدري يعني احنا 24 الف مدرسه على مستوى العراق، ونقل هاي الصلاحيات كلها الى وزاره التربيه بالتاكيد يراد لنا تشكيل لجان ومتابعه وتحديد هذه المعايير واشرافهم. الاجمل ما موجود انا اقول لك بالمنهاج الوزاري هو تقييم اداء المديريات. احنا من 2003 واتمنى يعني احنا مو بس نقيم ونعوفه، بالمناسبة أكو تقييم ما أقول لك لا، لكن أنا ورا ما طلعت يعني بعد ما جيت تقريبا صار سنة وشوية بالوزارة، من أباوع التقييم كله التسعينات سنة بالوزارة قصدك الوكالة سنة ونص إيه كوكيل. نعم. هذا ملاحظة، عفوا دكتور، هذا الملاحظة اللي تفضل بها دكتور فلاح جدا سليمة. ليش؟ نعم. التقييمات غير دقيقة التي تعطى إلى كثير من المفاصل، فمن أباوع أنا تقييم 90 ها تجيني الاستمرار كله 90، زين إذا 90 إحنا ليش وضعنا هذا؟ زين. فلذلك صار إعادة النظر هسه بموضوع تقييم المعلمين والمدرسين وموظفي الخدمة المشرفين مدراء العامين معاونين مدراء العامين مدراء الأقسام، اللي هو توجه الحكومة الآن بصورة عامة، توجه الحكومة. نعم. وتوجه الوزارة أيضا يعني من ضمن المنهج الوزاري اللي ذكره التقرير. نعم. هو قسم جودة المناهج. نعم. للأمانة يعني أنا تدري يعني أكون صريح، اللي علي أنا أقوله واللي يعني إنهم أقوله، مديرية المناهج يعني حسب تقييم اليونيسيف واليونسكو والله وضعنا جيد جدا للأمانة. راح أقول لك بيش، شوف أكو تقرير قبل كم يوم صدره، يعني احنا خلينا نبرز الجوانب الإيجابية. طيب. فضل. والجوانب السلبية بالعكس، يعني احنا نتمنى يعني كسلطة يعني رابعة وأيضا مشكورين جدا، أنا أتمنى يعني دور الرقابة الاتحادية يتفعل، واحنا بلغنا المديريات العامه للتربيه كل الملاحظات اللي تقدمها الرقابه الاتحاديه، اذا ما اخذت تعتبر مؤشر سلبي على اداء المديريه بالمناسبه. طيب. وراح تقلل من اداء المديريه او راح يصير اعاده النظر بتقييم كل الإدارات. الايجابي قوله حتى اروح عن المؤشر السلبي. الجانب الايجابي. نعم. للامانه يعني اليونسكو واليونيسيف. نعم. واليونيسيف يعني قيم موضوع، يعني راح اشيل لك كل مره الانجليزي المجلس الثقافي البريطاني، احنا في تعاون معه دكتور مزهر يدري بي، يعني من افضل المناهج الانجليزيه حاليا، لان احنا انتقلنا
من موضوع القواعد الى موضوع التواصل. ودا نشوف احنا اولادنا هسه انا جزء من عندهم بالمدارس الابتدائيه. نعم انا ما راح اقيس اقول لك بالمدارس الخاصه دكتور. لا والله مو الخاصه، بالعكس الحكوميه بالمناسبه زين. يعني احنا عندنا اختبار اللغه كانت شو اسمه سباقات او شو نقول عليه يعني مهرجان الاكاديميه للغه الانجليزيه في عمان. في عمان العراق طلع الاول على دول الخليج دول العربيه، هذا مؤشر جيد زين مو تمام زين. اما فيما يخص موضوع انت تقول لي على جوده المناهج، شكلت هسه لجان لاعاده النظر بموضوع المناهج. بس هي احنا عندنا الدائره المختصه بالتقييم المناهج وتطويرها هي تعاني من خلل، خاصه مثلا وانا اريد ارجع لموضوع التقارير الدوليه، مثلا الموظفين اللي بيها 214 حسب تقرير الديوان 10% منهم ماجستير ودكتوراه، 47% اقل من الثانويه. هذا المركز انت تقصد به؟ المركز اي المركز أي تمام. لا نشاط المديريه العامه للمناهج. لا المديريه العامه للمناهج يعني اختصاصها التأليف وأيضا اختصاصها إيه؟ التنقيح. لا وإحنا ما عندنا هسه حاليا يعني مناهج جديدة تتغير، تدري كل مناهجنا يعني تم تغييرها ولا يمكن تغيير المناهج إلا بعد 5 سنوات. لكن هذه اللجان قد يكون هذا المؤشر أنه أنتوا ليش ما غيرتوا بالمناهج. لا احنا نقول لهم لا هسه بعيد عن تغيير مناهج دكتور، لا تاخذني الغير لا بس يعني انا اتحدث عن موظفين مختصاص يقول لك 47% اقل من الثانويه، واحنا نتحدث عن دائره وهذا ديوان الرقابه الماليه يعرف ايش يحكي. نعم. وحملت الشهادات العليا 10% لا تتوافق اختصاصاتهم مع الاهداف المرسومه في المديريه. انا اتحدث عن ديوان الرقابه الماليه يعرف ايش يحكي. نعم. مختصين. طبعا بالتاكيد. طيب هذا العام مو العام 22؟ لا هذا لحد 2019. لحد 2019 نعم تقييم لحد 2019. هذا بالامكان انا ان شاء الله يعني ارجع للوزاره، واذا من 2019 يعني انا اعتقد انه تم تغييره، لان انا هسه من اقول لك الى مديريه المناهج هو انت تتوقع انه هذا 2020. هو المشكله دكتور، المشكله انه الديوان طبعا تقاريره احنا احدث شيء نجيب هذا ب 19 يعني ماكو خلل بال هذا. لا هذا اللي كنا انا بالحقيقه تفاجئت، لان انا اعرف انه المناهج يعني تم تغيير الكثير من عدوم، وهسه حملت الشهادات العليا واصحاب الخبره ولا يقل عن اي واحد يعني لا يقل خبرته عن 20 سنه. لذلك اي مؤشر فيما يخص المناهج ما صارت عندنا ابدا. نعم قد يكون هذا التقرير ب 19. لحظه خلي التقرير موجود، انا ليش يعني انطيت على روحي الازمه؟ ديوان الرقابه الماليه انتاج اعمال رقابه الاداء تحت عن هو هذا 2019 دكتور. ها؟ 2019 لا بس خلي يعني عندي ثلاث تقارير، خلي اخذ من وقت الحلقه شويه. هو بالمناسبه دكتور هو امر طبيعي ان تجد في بعض الاماكن ناس غير مختصين. اي يعني هسه التقارير مطلعها 22 مثلا انا نطلع بالنسبه للبيئه التعليميه، التقرير الخاص بالبيئه التعليميه هذا تقرير اليونسكو. لا ديوان الرقابه، ديوان الرقابه التدقيق على نشاط المدير العام لاعداد المعلمين، هذا تكلمت عنه وياك حضرتك عليه وانت اشرت اليه. خلي اطلع التاريخ مالته. لا والله 2020 صادر 2020. اي 2020 أسانة بالامكان انه انطيك التعديل الجديد. نعم. مديريه المناهج تم اعاده النظر بها ايضا بتوجيه معالي الوزير، وشكلنا لجنتين. نعم. لجنه مختصه للعلوم الصرفه ولجنه ايضا للانسانيه. نعم. وكلهم متخصصين ضمن الاختصاصات العلميه للامانه، يعني اقول لك اياها بكل صراحه. نعم. اما قد يكون هذا التقرير يعني تم تعديله لان الحكومه الجديده انا قلت لك صار سنه ونص يعني بالوزاره، تغييرات هوايه حدثت. فانا اتمنى خلي يجينا التقرير مال 22 او 23 راح اشوف انه صار تعديل بهذا الجانب. يعني تقارير الوزاره يعني وكان يفترض سنه بسنتين يطلع ويصير بمعالجات. هي بين ما تسوي التقرير وتسوي شو اسمه وكتابنا وكتابكم تاخذ وقت. هو سابقا كان كل سنه بسنتين يطلع. بس انا اعرف تدري ليش؟ لان بعض الوزارات حتى ما تقدم التقارير مالتها بالشكل الصريح الى الرقابه الاتحاديه، لذلك يتاخر التقرير. يعني مال 19 يطلعوه بال 21، مال 21 يطلعوه بال 24، هذا ما راح يخدمنا. عموما هو 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 كاشف عن حاله دكتور. نعم يعني انا اقول لك هاي الحاله للامانه احنا صار لنا سنه ونص بالوزاره ما لقيت مثل هذا التقرير، يعني بالتاكيد هسه اكو فقره عندي ما اريد
يعني المكون المسيحي يسمحها ويقول ها ليش تخلي وحدة التربية من المسيحية من الموظفين هاي شلونها؟ يجوز بعد هاي السنوات وظفته لا عندنا مديرية عامة لا أنا أتحدث عن مدير العام المناهج في وزارة التربية ها ما بيها مسيحي؟ وحدة الخاصة الوحدة الخاصة بالوحدة التربية المسيحية ما بيها موظفين احنا عندنا مديرية عامة ليش الوحدة؟ ما أدري مديرية عامة للدراسات السريانية مديرية عامة خاصة لهم إيه لا هو اللي قصده في داخل مديرية المناهج دكتور داخل المناهج؟ إيه يعني المناهج عربي إنجليزي كردي كذا طبعاً هي التفاصيل هواي بس أنا أريد أتوقف عندها وخاصة هو دكتور فلاح مثل ما نقول باللهجة العراقية بجهة قال يا سنة طلعت هذه لا لا تفوت فايتة دكتور مزهر أريد أرجع وياك الموضوع مو أرجع وياك حقيقة ما ناقشنا هذا بالنسبة لموضوع تتحدث الحكومة الآن وتتحدث الوزارة عن افتتاح مدارس نعم وهي فعلا اكو مدارس قاعد تفتتح ايش قد نسبة ما يفتتح بالنسبة الى الحاجة وخلينا نتحدث عن بغداد تمام طبعا التقارير دكتور الحقيقة يعني انا اقدر اصنفها ثلاث تصانيف في عملية الحاجة الحقيقية للمدارس نعم مرة عندنا حاجة حتى نفك الدوام الزواج الدوام الثنائي والثلاثي نعم ومرة عندنا حاجة في استقلالية المدرسة لكل مدرسة لمفردها نعم ومرة عندنا أنه نعمل مدارس ضمن الضوابط العامة اللي نشتغل عليها إحنا نعم يعني مثلا في نظام المدارس الابتدائية على سبيل المثال أتحدث هو يقول لي أنه أنت ما تخلي بالصف في أقصى حالاته أكثر من 35 تلميذ مثلا زين إذا صار 40 لازم تشطر الصف إلى شطرين إذن أكو وحدة قياسية عندي في داخل المدرسة يفترض أنه ما أخلي أكثر هم رجعنا على عدم الالتزام بالضوابط والمعايير لا مو هذا هو طبعا هذا إيه؟ سببها واضح وين إيه واضح نعم واضح اثنين خلينا نشوف أنه هذا التأثير وبعدين أرجع على قضية الأعداد يعني نعم. في آخر تقرير لليونسكو يقول عندي نسبة نجاح التلاميذ في المدرسة الأحادية 92% في حين عندي نسبة نجاح بالمزوجة التلاميذ للدوام الثنائي 72% يعني فرق ايش قد 20% طبعا هذا جدا طبيعي الأمر لأنه التلميذ في المدرسة الأحادية ما ياخذ كفايته ياخذ كفايته الكاملة في حين المدرسة الثنائية انت بتاخذ وقتك الكافي زين ايش حال الثلاثيه بهالحاله الثلاثيه طبعا الله يكون بعونهم يعني الثلاثيه ذول مصيبه مصيبتهم يعني فاللي اقول انه احنا عندنا حاجه في فك الازدواج هذا عدد وحاجه في ان ناخذ المعايير هذا عدد وحاجه ان تكون نوعيه بنايه المدرسه وكيفيه التطوير البنى التحتيه للمدارس السابقه ايضا نحتاج الى عدد طيب. كل هاي التفاصيل اضربها في حاصل جمع معين تجد ان الاموال التي تخصص لها هي اموال تكاد لا تذكر بالمناسبه يعني الان المدارس اللي انبنت يعني ايش قد انفتحت 100 200 مدرسه ال 100 200 مدرسه بالقياس الى يعني 18000 مدرسه لا شيء تعتبر طيب المدارس نسبه ضئيله جدا المدارس لكن دكتور عفوا دكتور نعم. لكن ان نبدا بشكل حقيقي بهذا الاتجاه ونقول يا بخلي نعالج ما فاتنا من أخطاء هو المهم طيب أنا عندي يمكن أقل من دقيقة أريد المعايير العالمية الحديثة متبعة بهذه المدارس الجديدة هي نفس المدارس دكتور مشكلة أنه نفس المدارس مالتنا إحنا راح نخليها يعني مثلا المدرسة في النخوان فتحت جديدة طيب تمام ايه؟ بيها 12 صف ما هي نفس المشكلة راح ترجع عندي بالصف الواحد 70 تلميذ نفس المشكلة عندي هي لا أنا أقصد احتوائها على قاعات دكتور مثلاً لا عفوا أنا بس نعم. أوضح هاي القضية يعني باختصار أنا أريد أوضح هذا الموضوع نعم. بعض المدارس انبنت على أساس هدم لمدارس أخرى إذن هي ما استعاضت بشيء جديد سواء أنه غيرت لي يعني طيب. البناية من قديمة إلى جديدة لأنه تدري إحنا عندنا بعض البنايات الآن هي خارج نطاق الخدمة يفترض أنه مبنية بعضها بالسبعينات بعضها بالثمانينات بعضها في بداية التسعينات هواي صارت آسف يعني. على المقاطعة دكتور نسر المساعدي باحث في الشأن التربوي شكرا جزيلا لك ها دكتور بس أضيف هاي الفقرة أنه يلا. إحنا من ضمن يعني الموازنة مالتنا وضعنا استملاك 3000 أرض إحنا عندنا مشكلة حتى باستملاك الأراضي خصوصا في بغداد ما عندنا لكن أولويات وزارة التربية مثل ما قلت أنا بالمقدمة هو فك الازدواج
وإعادة بناء المدارس الثلاثية. دكتور فلاح القيسي إذن وكيل وزارة التربية، شكرا جزيلا لك. أكرر الشكر للدكتور مصر السعدي الباحث في الشأن التربوي، ولكم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر على المتابعة.